ضبطنا لكم ساق ورمان حاجة غاوية ولذيذة. شوفوا طريقتها سهلة والبسيطة، وعلينا وعليكم بالعافية. وأنا خلوني أتلذذ كالعادة. ساقو 400 جرام، وهذا هو الساقو، عبارة عن نشا يستخرجوه من بعض أنواع النباتات أو النخيل. هذا شكله، وبتحصلوه متوفر في الأسواق بأحجام مختلفة. بنضيف عليه لتر ونص ماي، طبعا الماي ساخن، وبنخليه يطبخ على راحته مع التحريك المستمر. وكيف تعرف ان الساقو ناضي؟ بناخذ حبة وبنفتتها، اذا تفتتت على طول يعني هي ناضية، اذا ما تفتتت يعني بعدها. ومو بشرط تكون شفافة، لان بعض الانواع ما راح تصير شفافة. المهم بعدها بننزل شراب الرمان. هذا شراب الرمان بتحصلوه في الاسواق تحت مسمى شراب الرمان، مش دبس الرمان، شراب الرمان كذا لونه احمر. دبس الرمان غامق وحامض، هذا حالي. بسم الله نبدا نحرك. بجرب حلاوته لان شراب الرمان حالي، وانا ما اريد اضيف لها سكر زياده. بسم الله، ما تحتاج سكر. اخيرا بنضيف المكسرات اللي تعجبنا، انا بضيف اللوز. وبكذي خلاص صارت جاهزه. علينا وعليكم بالعافيه. لا تنسونا من اللايك والاشتراك والاشياء الحلوه اللي تسووها. من تبرد نزلوها في طبق التقديم ودخلوها الثلاجه، وتراها تنأكل بارده. عوافي.